السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم تاني عيد، كنتمنى تكونوا مزيان كي دوزتوه. كنتمنى لكم كلكم تكونوا دوزتوه واستمتعتوا به. احنا هنايا دوزناه زوين الله العظيم. عرفتي كنا مجموعين مع العائله ومع الوالده، راكم شفتوا الفيديو اللي كنت حطيت قبل، دوزناه زوين وكان واحد الجو. انا سجلت لكم كل شيء يعني بدون زواق، ما حيدت شي حاجه، كما داكشي اللي درناه هو اللي غرافيتو لكم. واليوم انا يا غادي ندير دابا الشوارع. حنا قطعنا الحولي، ديتو عند الجزار قطعوا ليا، نتوما كتشوفوا هذوك الهبره وداك الشيء قدرهم ليا بوحديتهم. غادي نقطع كله هذا البانيو، غادي نقطعه قطبان. وانا بغيت نشاركوا معكم على حساب كيفاش يجيكم هشيش، وغادي نعطيكم نصائح ماشي يجي رطب ما يجيش قاصح. كاين الناس اللي كيلحقوا كيعطروه بلا ما كيعرفوا، فما كيجيهم قاصح. علاش؟ انا غادي نعطيكم الاسرار كيفاش انك تصاوبي الشواء قطبان بواحد الطريقه اللي هي زوينه، كيجي رطب ويقدروا ياكلوا حتى الدراري الصغار، ما يكونش قاصح على سنانهم. المهم خليكم معايا، انا غادي نبدا ان شاء الله نقطع كل شيء. هذا الشيء دابا غنبدا قطعته شرائح على هذا الشكل، هانتوما كتشوفوا ماشي يجيني ساهل في التقطاع. صافي مباشره كنبدا نقطع بحال هكا القياس اللي انا بغيت. كاين اللي كيبغيه كبير، كاين اللي كيبغيه صغير، انا كنبغيه مويان، ما كبير ما صغير. شيماء جالسه حدايا كتمطي ليا المواس. شيماء اللي شفتي حتى مطي هكايا. ندير الطبسين هكا، كيمشي تقريبا هذاك القياس كيمشي مقطقل. هذاك اللي مطيتيه مزيان، نديرو هذا الموس كيسهل عليا. صافي كنقطع هكا كيجيني ساهل، وكنصطام على الطريقه تاع نقطع على خاطر كله داك البانيو. انا عزاز ليا القطبان مشويين اكثر من اللحم. صافي بارك الشيء، ما مضيتي مادي مادي ناضيها. هاد المواس واخا صغيرة بحقا كينفعو، هادو كنجيبهم من المغرب أنايا. المهم أنايا كل عيد هادي هي الخدمة ديالي، ها التقلية يعطيوني نقطع الشوا ضروري. صافي غنستمر على هاد الشكل كامل حتى نقطع هاد البانيو، وغادي نرجع معاكم. انتوما كتشوفوا ها هو قطعت الشوا كامل، عمرت الطبسيل. دابا غادي ناخذ القياس اللي غادي نشرمل، والشيء الاخر غادي نخشيه في الكونجيلاتور حتى المره اخرى ان شاء الله. قطعته تقريبا بطريقه كلهم قياس واحد كما كتشوفوا، وكل واحد يقطعو باش كما بغى. كاين اللي كيبغي كبير كما قلت لكم، صغير. المهم انا قطعته متوسط باش ما ياخذش ليا وقت كثير في الطياب. دابا غادي نبداو نعطرو. ها ماما جبدي لي شويه ديال الربيع. غادي ناخذ واحد البصله صغيره، نقول لكم علاش ما تكثروش البصله، لان البصله كطلق الماء، ومن كطلق الماء الشوا ما كيجيش زوين، كيجي باسل. راه نورمال اي حاجه كنكثروا فيها الماء ما كتجيش زوينه. انا غادي نكتفي عا واحد البصيله صغيره، غير غندير هكا نلدد بيه وصافي. هذه اول حاجه غادي نشلطها مزيان رقيقه بحال هكا. انا كيعجبني نقطع بيدي هذا الشيء، ما كنحتاجش هذيك الخشبه وهذا الشيء. حيت من
الشواء كيقصاح لا كثرتي فيه البصله ودرتي الملحه. الملحه ما خصهاش تكون في الاول، انا الملحه حتى غنبغي نعمرو في القطبان عاد غندير الملحه. المهم غندير هاد الشويه صافي بارك. شفتو غير شي شويه وصافي، كتعجبني رقيقه. وغناخذ واحد شويه الربيع وغادي نبداو نقطع الربيع. نصيحه البنات، ديروا المعدنوس ما ديروش القصبر، انا كناكدها عليكم، ديروا المعدنوس ما ديروش القصبر حيت مجهد، وكما قلت لكم ما كيجيش داك الشواء رطب، فديروا المعدنوس احسن، هو اللي كيجي في القطبان. انا كنقطع رقيق انا عندي الماكينه باش نقطع، غير عكزت عليها عاد نجبدو على هاد الشويه صافي، بلاش نقطع غير بيديا. ها هو راه رقيق مزيان صافي. وغادي نبدا نعطر دابا، غادي نبدا ندير شويه ديال التحميره او الفلفل الحلو، واحد الشويه شويه ديال الابزار بحال هكا، شويه ديال الخرقوم او الكركم، شويه ديال القصبر حبوب مدقوق، فهو مزيان جدا للشواء على حسب انه ما كيديرش الوجع، مزيان الامعاء، فهو زعما ضروري خصو يكون في الشواء. حتى هو غادي ندير شويه واحد شويه بطبيعه الحال الكمون اللي هو اساسي في الشواء، واخر حاجه غندير هي شويه الزيت. ديروا شويه الزيت المائده واحد شويه، واخر حاجه غنخليها هي الملحه. الملحه وهي السر ديال الشواء، انكم ما ديروهاش دابا حاليا، غادي نخلي هاد الشوا كيرقد واحد نص ساعه تيشبع هاد الشرموله، وغادي يجيني رطب وغيجي هشيش كيذوب في الفم. ما ديروش الملحه، الا درتو الملحه الملحه كتقصحو وكيطلق الماء، دائما انا ما كنديرش الملحه، خليوها حتى الاخر. انا كناكد عليكم هاد المعلومه هذه، خليو من غتشوفوني دابا غنبغي نركبو انا في القطبان، غادي ندير الملحه وعاد نبدا مباشره نديرو في القطبان ونشويه، خليو الملحه حتى الاخر صافي. ها انا دابا غسلت يدي مزيان صافي، وغنبدا نخلطو هكا. وغادي نديرو في الثلاجه حتى يشبع ديك الشرموله مزيان هاد العطريه صافي. وغادي نبدا نشوي، الا تبعتوا الطريقه اللي قلت لكم كونوا على يقين ان الشوا غيجيكم رطب، ما ديروش الملح في الاول، هذا هو الغلط اللي كيديروا الناس وكيجيهم الشوا قاصح. المهم نخليه يرقد واحد نص ساعه كما قلت لكم، ولا ساعه كاع، ولا ما حتى جوج سوايع، راه ما عنده ما يوقع له الا كان في الثلاجه وكانت الثلاجه بارده، راه ماشي مشكل صافي. وغادي نشعل المجمر، غادي نشوي على الفاخر، شي حد كيصوني عليا في الباب، وغادي نرجع معاكم انتم معايا البنات. انا رجعت معكم، بغيت نوريكم شوفوا القديد صوبته الوالده، كتشوفوا هانتوما خدات من الطريف من دوك الضلعات وشرملاتو، تتشرملو هي زويون كيجي غزال، كنديروه هكا في العاشوره كنديروه. شوف فاش غديريها امي نتيا، ندير في السطح. لا من غتبغي طيبي وشرفي ساكسكسو فاش كديري؟ ديري في الكسكسو، ديري في مدهوسه،
في كل شيء في جميع ما يكون العطريه. قالت لي بان دارت فيه البزار، السكينجبير، الزعفران، الكركم، دارت الكمون، القزبر مدقوق، حكت عليه واحد شويه الكوزه، دارت شويه ديال ديك قاقله وشويه ديال البسيبيسه. هاد العطريه كامله دارتها والملحه صافي، وخلاته دابا كيرقد يشبع هاد الشرموله صافي، وغادي تنشرو في السطح. انا عندي ياك قالت لكم ضروري خصكم تكثروا شويه الملحه باش ما يدودش. صافي غادي دابا تنشرو. انا عندي البالكون، عندي حتى السطح اللي بغات تنشرو، ولكن هنا مع النصارى ساكنين غتجي حشومه يطلعوا للسطح ينشروا شي حاجه يلقاو القديد هكايا، كتجي حاجه طايحه. اللهم قلت غادي نديرو غير في البالكون، عندي البالكون كبير غادي نشرو في البالكون ملي يشبع هاد الشرموله صافي، وغادي نخليو شرات خليها مويت من النهار، خلي سيمانه سيمانه هو في الشمس، في الشمس والظل. مره في الشمس مره في الظل. إيه. سمعتوا قالت لكم مره في الشمس مره في الظل. ملي يبغي يطيبس ديروا له شي توب رقيق وغطيه باش ما يطيحش عليه الدبان الصغار الغبره. شوفوا مثلا شي فولار هكا شي طيبه. شي حاجه تكون مثلا رقيقه وصافي، وغطيوه وخليوه حتى يبس مزيان صافي، وكنخزنوه في الكونجيلاتور، وكنبقاو نستعملوه الكسكسو. حنا كنديروه مع الكسكسو بزاف، كنرمي معاه اللحم وكنرمي شويه ديال القديد، كيجي من داك الشيء غزال. المهم انا وريتكم واحد الطريقه، المهم عن سريع وصافي، حيت نط لقيت الوالده صايباتو. انا كنت باغا من الاول نبدا معكم العطريه كيفاش دارت له وكيفاش، ما نحرقش المراحل، ولكن ملي جيت تفاجات لقيتها صافي شرملاتو، فقلت ليها صافي خليها هكا حتى نوريه للبنات اللي بغات تصايبو ولا شي حاجه. المهم غادي نقول لهم الطريقه والعطريه عن سريع وصافي. المهم هانتوما معايا ملي غيوجد داك الشوا غادي نكمل معاكم كيفاش غادي نعمرو في القطبان ونزيد عليه ديك المليحه ونبدا نشويه. خليكم معايا. انا رجعت معكم، دابا الشوا ديالي ها هو شرب ديك العطريه مزيان، خليته في الثلاجه كما قلت لكم حتى شبع ديك الشرموله صافي. دابا مباشره غنزيد القياس ديالي ديال الملحه صافي، وغنبدا نخلط فيه مزيان. وغنبدا نعمر في القطبان. صافي وغنبدا دابا نعمر في القطيبات بحال هكا، ديرهم عن بالطريقه بالطول، ماشي هكا ماشي هكا، كيجيو خايبين ما كيجيش مزيان الشوا هكا بالطول هكا هكا. صافي غنستمر على هذه الطريقه، سهله ماشي صعيبه، غيديروه بالطول بحال هكا. المهم بحال هكا كيجي، غادي نستمر على هذه الطريقه كامل القطيبات نعمرهم وغادي نرجع معاكم. المهم انا عمرتهم كاملين كما كتشوفوا، عديتهم صافي. دابا المجمر راه شاعل، دابا غادي نمشي نديرهم فوق الفاخر. انتما كتشوفوا رانا درت الفاخر، درت واحد السرجم، ها هو السرجم صافي، وغادي نبدا نشوي الا ما عيطوش ليا الجيران البوليس، حيت اللحم ما كيديرش الدخان بحال ديك الكبده مع الشحيمه،
هي اللي كدير الدخان بزاف. هذا ما كيديرش الدخان، راه كتشوف الدخان ما خارجش بزاف، يعني ما كنمولستيهمش. غادي نخليه دابا على خاطرو يطيب، ها نتوما كتشوفوا صافي حتى يطيبوا على خاطرهم ان شاء الله نقدموهم. راني تنشعل على المجمر جالسه في السوق. ايوا شنو خصنا نديرو، داكشي مطبق. بالحق هاد الفخر هذا زوين، كنشريه انا من ليدل ولا من الكاريفور، زويون دغيا كيشعل وكيصبر. مع العافيه كاينه في الوسط، كنحيد هادو اللي شويه بداو يطيبوا كنحيدهم، كندير هادو اللي كانوا في الجنب نديرهم في الوسط، ماشي يجي هو هذاك سخون وكلهم يطيبوا. كذلك هذا طاب غادي نديرو بحال هكا هنا، هذا اللي ما طايبش مزيان نرد هذا هنايا. الشوا راه كيبغي الخاطر، ما خصش الواحد يكون مزروب كيتحرق دغيا وداك الشيء، خصو يرد له البال. المهم غنستمر حتى نشويهم على خاطرهم وهنتوما معايا. انا رجعت معكم، انا ساليت القطيبات كما كتشوفوا مشويين على حقهم وطريقهم، ما محروقين ما والو، كما قلت لكم كيبغيو الخاطر صافي. وزينت بواحد شويه ديال المعدنوس، راكم عارفين راه العين اللي كتاكل ماشي المعده، وواحد شويه ديال الهريسه فاتحه اختي عزيزه عليها الهريسه، فكنحطها دائما. وبطبيعه الحال المطارد ومايونيز وداك الشيء راه كاين فوق الطبله. فالمهم هذا هو القطيبات اللي وجدت اليوم، كنتمنى يعجبوكم. فالبنات كانت هذه هي الغديوه ديالنا كما كتشوفوا. الوالده كانت ديجا كما قلت لكم ناضت بكري صوبت داك القديد او القديد، المهم كل واحد وكيفاش كيقول له، وصوبت الراس ديال الحولي بخرات ولينا داتو مفور، جا غزال ولا زبيده انتم كتشوفوا كي جا راه جا هشيش يعني رطيب فوراتو. والقطبر بطبيعه الحال اللي انا وريتكم راه حتى هما جاو غزالين. وكانت هذه هي المائده ديال الغديوه ديالنا. المهم كنتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم. بحال ديما ما تنساوناش بلي لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.